مرحبا مواليد برج الحوت، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 12 للأحد 18 حزيران يونيو؟ شو في عنا في هذا الأسبوع؟ مثل ما بتعرفوا اللي متابعني بالأبراج الشهرية بيعرف إنه الشمس موجودة في البيت الرابع عندكم، بتحمل أحيانا بعض الظروف الجيدة وأحيانا بتحمل بعض الظروف الثقيلة حسب مواقع النجوم، وتحديدا لما القمر بيمرق بيكون يوم من الأيام الأكثر حظا، بتكون فرصة للملاقات للمصالحات، ولما بيكون القمر في موقع منه هالقد إيجابي بصير في توتر مع حالكم، مع ذاتكم، مع أموركم الخاصة. هيدا الشيء أنا حكي عنه ببرجكم الشهري، اللي بعد ما سمع برج الشهري يسمعه، مختصر مفيد يعني حلو تسمعوه تاخذوا فكرة كتير مهمة. طبعا كله عن دراسة. تنين والتلاتة القمر موجود في برج الحمل يلي هو بالنسبة لكم بيت المال، فهذا شيء إيجابي، مش لأنه بيت المال بس ما نقول مال ما معناتها الواحد دغري عم بيربح واو ربحت، لا، لأنه أحيانا بيكون في فواتير عم ندفعها، أحيانا في حسابات، الحسابات مش بالضرورة تكون مالية، حسابا أوقات الحسابات بتكون حسابات ذاتية، عم ننتقد حالنا، عم نقيم حالنا، عم نشوف الظروف كيف، عم نشوف نحن حساباتنا المستقبلية وين، نحن وين، وين كنا، وين صرنا، في تقييم لإلنا، في احتمال يكون في امتحانات جامعية دراسية، احتمال يكون في مسؤولية بالشغل تنطرح قدامنا أو بالبيت، ففيكون كل شيء. طبعا فيكون مالي، في مفاوضات، تسويات، عم تبيع وعم تشتروا كمان، هذا أمر ممكن. فالتنين والثلاثة ظروف من هذه النوع بدق بالكم، فكونوا منتبهين. لا يوجد سلبيات إلا يمكن مواليد شهر شباط فبراير عندهم صحة شوي عم بيزعجون، بدهم يكونوا منتبهين أكثر من غيرهم. الثلاثة 9:30 المساء توقيت بيروت الصيفي بيروح القمر لبرج الثور. بترتاحوا شوي لانه ما عاد فيها قد التقييم وايفالويشن لكم او لنفسكم. بيروح القمر لبرج الثور لحتى يجيب شويه حركه. بيبقى كل الاربعاء وكل الخميس. هالقمر الموجود برج الثور قد يفتح عليكم باب نقاش، باب خلاف، باب جدال. يمكن في سفر، في تنقلات كتيرة، بتحسوا حالكم تعبانين، بتحسوا حالكم في شوية تعب أو ابتعدتوا شوي عن الخط الأساسي بهالفترة اللي هو العائلة أو أمور صحية، عم بتعبكم شوي زيادة هالتنقلات وهالزيارات وهالعجقة والتأخير. حاولوا حاولوا إنه ما تأثروا سلبا على أموركم الخاصة والعائلية، يعني بيأدي الواحد مشاكله بالشغل وبرات البيت لحتى مش ناقصه يزيد وجع راس عائلي او شخصي او صحي، فبالتالي لازم تعرفوا تتعاملوا دائما بميزان، بتوازن مع كل شيء عم بيصير. فعجقه، مشان هيك بعطيكم الاحوال الفلكيه هي بتعطيكم الميزان، كيفيه الامور نوعيه الوقت، فايه رح تعجوا عنكم، يمكن تتعبوا وتاثروا اتجاه حالكم واحبائكم. هون ببلش التعب، الجمعة، السبت والأحد حتى الساعة 2 الظهر توقيت بيروت الصيفي، يعني من الصبح توقيت أمريكا. أمريكا يعني القارة الأمريكية. فترة وجود القمر في برج الجوزاء البيت الرابع هي عم تلتقي مع طاقة الشمس الموجودة في برج الجوزاء. في عنا قمر جديد في برج الجوزاء يوم الأحد صباحا تاريخ 18، وذلك بتمام الساعة 8 إلى 3 صباحا توقيت بيروت الصيفي. إذا في عنا طاقات كلها عم تجتمع مع بعضها، قمر جديد في البيت الرابع، هلا مش بالضرورة يكون سلبي، لكن واضح إنه الجمعة والسبت هي فترة متعبة قد تحمل قلق وتوتر وأفكار متناقضة وميول متناقضة، قد تكون سلبية أو قد تكون مزعجة وحابين تأجلوها، فيكم تأجلوها للأحد بعد الظهر، 2 بعد الظهر توقيت بيروت الصيفي، لأنه القمر بيصير ببرج السرطان وبيصير فيكم نوعا ما تفكروا بإيجابية أكثر، أوكي؟ فترة وجود القمر في برج الجوزاء والقمر الجديد في برج الجوزاء، هذا معناتها في باب جديد عم بيفتح عليكم، يمكن يكون باب ايجابي، باب سفر، باب زواج، بيبي عم بيخلق مثلا، يمكن يكون عندكم سفر، بيع، شراء، عقار او ما شابه، فيها تكون امور خاصه فيكم انتم صحيه او في، طبعا كله فيكون ايجابي مش بالضروره يكون سلبي، القمر الجديد معناتها شيء جديد، بيبقى عليكم كل واحد كيف وصل لهالمرحله، يلي وصل تعبان هالقمر الجديد قد يحمل له بدايه لشيء
فيكون ايجابي او بدايه لشيء منه ايجابي، اما اللي واصل لهالمرحله مبسوط ومرتاح هذا القمر الجديد معناتها بدايه لصفحه جديده وكبيره ومهمه جدا بحياته. القمر الساعه 2 بعد ظهر توقيت بيروت بيروح لبرج السرطان، هون بتضحكوا بتنبسطوا بتفرحوا وبتدخلوا بفتره ايجابيه تمتد اكيد يوم الاثنين مينيموم. يلي بده ينتبه هلا عم بنبه المواليد الواقعه تحت تاثيرات زحل ونبتون هي 26 27 شباط فبراير 17 18 اذار مارس. تابعوني مع الابراج اليوميه والشهريه للمزيد من التفاصيل. باي باي.